هل على السيارة زكاة؟ ما عليها زكاة إذا كانت خصوصي إلك للبيت أو تشتغل عليها أو حتى تأجرها، إلا إذا كانت للتجارة فعروض التجارة عليها زكاة. هل يجوز للمرأة قيادة السيارة؟ جائزة بس على حسب الحالات الملابسة بالموضوع، أما إذا كان في فتنة أو سفر بدون محرم فلا. حكم شراء سيارة وتقسيطها للمشتري، البيع بالتقسيط من راسك لراس البائع يجوز، أما أنه أنت تروح للمعرض وتشتري له سيارة فرضا ب5000 نقدي ويرجع لك إياها 6000 بالتقسيط ما بيجوز، لأنه أنت دخلت ممول فقط. شو فرقت إذا أنت أعطيته 5000 وعم يرجع لك إياها 6000 بالتقسيط؟ هي اسمها ربا مقنعة ودخلت السيارة وسيط. ما هو حكم التأمين على السيارة؟ إذا كنت مجبرا فلا إثم عليك، أما إذا كنت مخيرا فلا. هل تجوز الصلاة جالسا في السيارة؟ صلاة النافلة تجوز، لأن النبي كان على راحلته يصلي النافلة حيثما اتجهت، فإذا جاء الفرض نزل من على الدابة. هل يجوز كتابة بعض الآيات على السيارة؟ إذا كانت تذكرة وفي مكان لا تمتهن فيه فالأمر فيه متحمل. هل يجوز شراء سيارة من المعوقين؟ الذي أعلمه أنه عليها حظر بيع والتملك الكامل ما حصل، إلا إذا في شروط تؤمن حق الطرفين. عملت حادث بالسيارة ومات شخص، ماذا علي؟ عليك دية وتحرير رقبة مؤمنة، وإذا ما في رقبة فصيام شهرين متتابعين. طبعا إذا اللجنة المرورية حطت الحق عليك بالكامل 100%. هل يجوز شراء سيارة بعقد تأجير ينتهي بالتمليك؟ لا، لأنه فيه غرر. هل تجوز سجدة التلاوة في السيارة؟ كما تجوز صلاة النافلة فنعم تجوز سجدة التلاوة لأنها مستحبة وليست واجبة. حكم ركوب سيارة الأجرة للمرأة بدون محرم للضرورة، وإذا كانت بمنطقة مزدحمة وراكبة من خلف والفتنة مأمونة وبدون سفر يجوز للضرورة. هل يجوز تعليق خرزة زرقاء بالسيارة؟ لا، ولا تحط إيدك بالدم وتطبع على السيارة، أعوذ بالله ما بيجوز. دعست قطة بالسيارة خطأ، ماذا علي؟ ما عليك شيء، لأن الله قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. هل يجوز حمل المصحف بالسيارة للبركة؟ ما ثبت عن النبي ولا عن الصحابة كان يحمل المصحف على الدابة تبعهم. هل يجوز عند بيع السيارة إخفاء عيوبها؟ أعوذ بالله، لا ما بيجوز، لازم تبين، لأنه النبي قال فإن صدق وبين بورك في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. هل يجوز شراء السيارة بالدين وبيعها نقدي؟ يجوز إذا تبيعها لغيره، يعني تبيعها مو لنفس الشخص اللي اشتريتها منه، لغيره. هل الموت في حادث سيارة يعتبر شهيد؟ قال النبي وصاحب الهدم شهيد. فمن العلماء من قال أنه حوادث السيارات يعتبرها من أصحاب الهدم ويدخلون في حكمهم. هذا والله أعلم. سلام.